مرحبا، أنا باسم من شركة جلومار تريدينج، ترينر هير ديفيشن. اليوم رح نتعرف سوا على منتجات جديدة من منتجات موريمو. رح نبلش بالريكفري بالم. ريكفري بالم يصنف من منتجات ما قبل التصفيف بالسشوار أو بالآيرون اللي هو المملس الحراري. بس قبل ما نعرف وظيفة ريكفري بالم لازم نعرف شغلة كتير مهمة، إنه الشعر التالف أو المتضرر يحتاج لعدد كبير من الأحماض الأمينية والبروتينات لتتم معالجته. بس بنفس الوقت هذا النوع من الشعر إذا تعرض لأي مصدر حراري بالسشوار، فير، آيرون، مملس الحراري بغرض تصفيفه رح يفقد نص كمية العلاج المأخوذ سابقا اللي بدوره يؤدي إلى إطالة عمر التلف وعدم قدرة الشعر على الشفاء بسرعة. ريكفري بالم بطريقة ذكية ومبتكرة قادر على الدخول داخل الشعر كمعزز ومرمم، بيمنح نفس الوقت طبقة واقية وحامية من الحرارة والحفاظ على البروتينات والأحماض الأمينية، وبنفس الوقت بيعزز هالشعرة بأحماض وآمينية اكسترا زيادة لتم عملية الشفاء والمعالجة بسرعة أكبر. ريكفري بالم بيحمي من الحرارة بس بنفس الوقت هو بيتفاعل بالحرارة، يعني ريكفري بالم رح نحطه على الشعر ما رح يتفاعل إذا ما عرضنا لحرارة. وهي الطريقة الذكية اللي المبتكرة اللي عم بتقدمها موريمو بهذا المنتج. ريكفري بالم بتدخل بتركيبته 7 أنواع من البروتينات و21 نوع من الأحماض الأمينية. وهلأ رح نفرجيكم كيف طريقة استخدامه، تابعونا. مثل ما سبق وشفنا عالجنا الشعر بالموريمو، عززناه بالأحماض الأمينية والبروتينات عن طريق الميريكل 10 والميريكل 2X. صار الشعر حلو معزز بالأحماض الأمينية والبروتينات مثل ما ذكرنا. بس في شغلة هون حكيناها سابقا، إنه هيك شعر من الشعر، هيك نوع من الشعر مساميته عالية، ولازم نعطيه حماية عن طريق الريكفري بالم، إنه نعمل طبقة عازلة أو حامية من الحرارة وبنفس الوقت نعزز ب 21 نوع من الأمينو أسيدز وسبع أنواع من البروتينات. راح نفرجيكم طريقة الاستخدام، طريقته بسيطة وسهلة كتير. نفتح قلبة ونحط هالقدر من ريكفري بال ونتابع العملية. الشعر